أعلنت الحكومة عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف محافظات الجمهورية. أشارت الحكومة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه للإردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزٍ. أكدت الحكومة اعتزامها التركيز على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025، وأشارت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري. هذا ولفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495 مليارا و600 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة ب 396 مليارا و900 مليون جنيه في العام المالي الحالي، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858 مليارا و300 مليون جنيه، مقارنة ب 591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139 مليارا و500 مليون جنيه، مقارنة ب 99 مليارا و600 مليون جنيه. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، لكن النفط مني بخسارة أسبوعية بفعل توقعات سلبية من وكالة الطاقة الدولية لنمو الطلب العالمي على الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 79% مسجلة نحو 90 دولار و45 سنت للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75% إلى 85 دولار و66 سنت. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى دولارين و68 سنت للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 34% لتسجل نحو دولار و77 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين أوروبا والصين عشية زيارة الزعيم الألماني لبكين. وتوجه شولتز إلى الصين نهاية هذا الأسبوع في زيارة حساسة تستغرق 3 أيام في وقت يشدد فيه الغرب لهجته تجاه بكين، سواء فيما يتعلق بممارستها التجارية أو قربها من موسكو. انخفض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار، وقد أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي تراجع الدين الخارجي لروسيا في الربع الأول من هذا العام إلى 15.5% فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكان الدين الخارجي الروسي بشكل عام قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وسجل 91% من حجم الاقتصاد الروسي. صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف بأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حظر على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسي يعتبر قرارا مسيسا وغير مبرر. وقال أنتونوف إن قرار واشنطن يستند على الأرجح إلى تقارير مفادها أن أسعار الموارد لن ترتفع بشكل كبير في الولايات المتحدة نفسها، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية من خلال إشراك الدول الخاضعة لها في العقوبات.
أكد صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي اختار الخبيرة الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا لتتولى منصب المدير لفترة ثانية مدتها 5 سنوات تبدأ من الأول من أكتوبر هذا العام. وجورجيفا هي ثاني امرأة ترأس صندوق النقد الدولي وأول شخص من اقتصاد الأسواق الناشئة، كما أنها هي المدير 12 للصندوق منذ تأسيسه في عام 1944.